ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسبالا احتفال الصيامة الكهنوتية للشماس علاء بعير، وذلك في كنيسة الراعي الصالح بعمان. التفاصيل في سياق هذا التقرير. ترأس سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا القداس الاحتفالية في كنيسة الراعي الصالح بالعاصمة عمان، حيث أعلن فيه الشماس علاء بعير كاهنا جديدا على مذبح الرب. رحيمنا الأخ القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. شارك في القداس الإلهي كل من أصحاب الغبطة والسيادة البطريرك فؤاد طوال، المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي في الأردن، والمطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي في القدس، والأب حنا كلداني النائب البطريركي في الناصرة، والمطران سليم الصايغ ورئيس المعهد الكليريكي البطريركي في بيت جالا الأب يعقوب الرفيدي، وعدد من الكهنة والرهبان والراهبات وذوي المرتسم وجمع حاشد من المؤمنين. تجاه مدايقي وقد مسحت رأسي بالدهن وكأسي مروية. وفي عظة القداس التي ألقاها المدبر الرسولي أوضح للجميع أهمية العلاقة بين الكاهن والسيد المسيح، وقال: يدرك شعب الله جيدا إذا كان قلب الكاهن متعلقا بالسيد المسيح الراعي الأول، فبمستطاع الكاهن أن يكون مبدعا ومبهرا في عمله الرسولي، ولكن إن كان خاليا من المحبة فعندها يصبح هذا العمل لا معنى له. وختم رئيس الأساقفة عظته للمتقدم للرسامة عن أمنياته بأن تكون حياته مليئة بمحبة المسيح، معطيا ذاته ونفسه لخدمة كنيسة المسيح. وبعد العظة أعلن الشماس علاء عن رغبته وإرادته لنيل سر الكهنوت لترفع من بعدها الكنيسة الأرضية طلبة القديسين، تعبيرا عن اتحادها مع الكنيسة السماوية حول الكاهن الجديد المستلقي أمام مذبح الرب. وأن تكرس نفسك الله معه من أجل خلاص العالم. نعم بعون الله أريد. Κύριε Ελέησον,
يسوع. من ثم وضع الأساقفة والكهنة أيديهم على رأس المتقدم للكهنوت المقدس، وهي العلامة المعتمدة في الكتاب المقدس منذ بدء مسيرة الكنيسة لطلب نعمة الروح القدس. ومن بعد الصلاة ارتدى الشماس الحلة الكهنوتية ليمسحه رئيس الأساقفة بزيت الميرون المقدس. إليك تقديم الشعب المقدس لتكربها لله. تنبأ لما أنت صنيع، واقتدي بما أنت متمم، وليكون الرب في سير لصليبه قدوة لحياتك. أيتها الكنيسة المقدسة، يا أمنا الحبيبة، لا تزالين في ريعان شبابك دائما. تهللي وانشر الزغاريد والأناشيد. ها أنت تلدين اليوم كما في الأمس كاهنا جديدا، رسولا جديدا للمحبة والحياة، فارسا جديدا منطلقا للعمل في حقل الرب. فقد فاح عبير ميرونك المقدس وأعطى هذه الثمرة، الأب علاء سليم بعير. مبروك لأبرشيتنا العزيزة هذه الثمرة، مبروك للبطركية اللاتينية، مبروك للمعهد الإكليريكي، لأهل الكاهن الجديد وأقاربه، لرعية المصدار في عمان، لكهنتها وراهباتها، ولكل رعايا البطريركية اللاتينية، مبروك الكاهن الجديد. وبعد الصلاة تقبل الكاهن الجديد مع ذويه التهاني بهذه المناسبة العطرة. أسرة نورسات إذ تهنئ الكاهن الجديد وتتمنى له حياة مقدسة بالنعمة ومحبة المسيح.